الرياضي. القنيطري عنده مقابلة هامة جدا أمام فريق الرجاء الرياضي يعني في الدورة رقم 3. أجمل ما ميز هذه المباراة وأحسن ما ميزها من خلال هذه الصور يقدمها لكم الزملاء في الواحد رقم 7. أما أنا فأقول لكم شكرا على حسن متابعتكم، ألقاكم إن شاء الله في قادم المنافسات الرياضية. إلى اللقاء.